بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا البارت الثالث من محاضرة طب المجتمع اللي هي محاضرة دكتور أشرف، اللي هي وصلنا النيومينيتر and denominator. شنو يقصد بالنيومينيتر والدينومينيتر؟ النيومينيتر هو المقصود به البسط، والدينومينيتر هو المقصود به المقام. نبلش. شو يقول؟ يقول النيومراتر شنو راح يكون؟ اللي هو قلنا البسط يمثل. النيومراتر حيشير إلى refer to number of time and event. حيشير النيومراتر البسط اللي هو هذا مكانه، راح يكون يمثل لي عدد المرات اللي أحسب بها مثلا الأحداث. فأنا مهتمة فتحدث معين، هذا وين أخليه بالبسط. فتحدث معين أنا مهتمة بي أريد أحسبه هو، وأنا أخليه بالبسط. مثل من هذا الحدث؟ مثل السكنس، إيش كثر تمرض هذا الشخص خلال هاي السنة أو خلال هذا الوقت، أو عدد الولادات بهاي السنة، أو عدد الأموات الديث اللي حصلت بهاي السنة. الإبسود أوف سكنس، أوكي، and has occurred اللي وين حصلت؟ حصلت بالpopulation، يعني عدد إيش كثر، يعني عدد المرضى بهذا الpopulation، إيش كثر عدد الأموات اللي يعني صاروا بهذا الpopulation، وهكذا. طبعاً يكون مقرون بيمن بفترة زمنية معينة. مثلاً مثل ما قلت أحسب عدد الأموات خلال فترة خلال هاي السنة، إيش كثر عدد المرضى فد مرض معين، مثلاً الكورونا أو الكولد أو الإنفلونزا خلال هذه السنة، أوكي. فهو دائماً يكون مقرون بفترة زمنية. زين. The numerator is component of denominator. هاي شو وقت يقول إذا كان النيومينيتر هو جزء من الدينومينيتر، هذا شو نسميه؟ right. بس شنو؟ مو ratio. يقول ما نسميه ratio، لأن الratio يكون البسط مو جزء من المقام، بينما الرايت لا، يكون جزء من المقام. لذلك هو دا يقول النيومينيتر هو component of denominator، هذا شو نسميه؟ right. بس ما نسميه ratio، هذا كلش مهمة تجينا بالMCQ. زين، الدينومينيتر عندنا بيه ثلاث أنواع طبعاً: mid year population وال population at risk وال person time. أول شيء عندنا ال mid year population. شنو هذا ال mid year population؟ يعني نحسب عدد السكان في منتصف السنة. يعني مثلاً على سبيل المثال عدد الولادات، أغلب بالذات بال يعني الخمسينات، يعني 1959 هيك شيء، كانوا ما يعرفون، يعني أكو أشخاص ما يعرفون تاريخ ميلادهم. فذول ما يعرفون تاريخ ميلادهم، شو يقولوا لهم؟ يحطوهم بالهوية، من يردون يسوون هويات يخلوهم 1/7 مولودين، على اعتبار إنه 1/7. فليش؟ لأن راح يبدون يجمعون إحصائية. شو وقت يجمعون إحصائية؟ يجمعون إحصائية بالفيرست جولاي on an year، بالأول من جولاي اللي هو الأول من الشهر السابع، أوكي. فيخلوه هذا التاريخ هو أغلب التاريخ يعني اللي تحصل به الولادات. يعني ليش؟ لأن هو هذا التاريخ يجمعون به إحصائيات، فيخلون هو هذا التاريخ اللي ما يعرفون إيش وقت مولود يخلوا له هذا التاريخ، أوكي. أي واحد ما يعرف تاريخ ولادته يخلوا له بالهوية 1/7. طبعا واحدة من عندهم أمي، يعني ما متأكدين من تاريخ ولادتها، فخليها 1/7. بس هي مو بالخمسات، لا، هي موالد يعني 8 بعد صغيرة، بس يعني كمثال، أوكي. بعد population، population at risk. مثلا شنو هنا أنا بال population at risk؟ راح ندرس الأشخاص المعرضين إلى فت حالة معينة، إلى فت ديزيز معين. مثلا شو يقول؟ يقول the term is applied to all those two who have opportunity to develop even do you share certain characteristic. يعني يقول راح تدرس اتفت حالة معينة اعتمادا على فد شيء محدد، يعني certain فد شيء محدد. شنو مثلا؟ شنو يعني هاي؟ يقول راح تدرس مثلا على سبيل المثال general fertility، الخصوبة اللي هي شو تكون، يا فترة من بالفيميل، يعني اللي هي تكون من عمر 15 الى 49 سنة. فاني راح اجي ادرس هذه الفئة من الفيميل، راح أدرس هذه الفئة من الفيميل. شو يقول؟ يقول the denominator is
restricted to women of childbearing age اللي راح ادرسها اليها من فترة 15 الى 49 infertility, older women and little girl. بينما شنو استبعد؟ انا اريد ادرس يعني ال population risky اللي هم بمن تتمثل يعني الفيميل اللي تتعرض للحمل يعني البريجننت. هاي شو وقت يعني هاي قلنا خلال فترة 15 الى 49. يا ترى الليتل جيرل راح تدخل من ضمن هاي الدراسة مالتي لو لا؟ لا ما راح تدخل. ليش؟ لان هنا ليتل جيرل او الاولد الاولد فيميل لان هنا بعدهن يعني مو خلال يعني مثلا الليتل جيرل بعدها ما داخلة فترة الفرتاليتي بعدها مو فترة الخصوبة. وكذلك الاولد ومان همات يعني عابرة السن اوكي, فما راح ندرسها لاني نستبعدهن. فاحنا بهاي الدراسة راح ندرس فقط يعني ال population at risk يعني الحالات المعرضة للخطر مثل ما عندنا هنا حالة الفيرتاليتي اللي هي فترة الخصوبة. ندرس فقط الفيميل اللي تكون خلال هاي الفترة يعني نحسبهم خلال وقت اكيد. بعد they are not risky becoming pregnant يعني اللي ما نحسب ال year كذلك من ان ال old women هنا حتى دي يقول are excluded نستبعدهم من دراستنا. زين بعد ايش عندنا؟ عندنا النوع الثالث من الدينومينيتر اللي هي بيرسنتايم. بيرسنتايم شو يقول؟ ان سم ابيدمولوجيكال ستدي, طبعا احنا عندنا الابيدمولوجيكال ستدي نتذكرها اخذناها, طبعا الكوهورت ستدي بعدها بعدنا ما درسناها بس اخذنا الكيس كنترول ستدي. الكوهورت ستدي والكيس كنترول ستدي هنا من نفس الدراسه اللي هي الابيدمولوجيكال ستدي. يقول البيرسنتايم اللي هي من ضمن منه من ضمن الدينومينيتر من ضمن هذا موضوعنا يقول شنو هي راح تشابه تقريبا الكوهورت ستدي اللي هي شنو يقول راح البيرسنتايم. احنا طبعا الكوهورت ستدي ندرس الاشخاص الاكسبوجر والنون اكسبوجر يعني هل هم معرضين لفد شيء معين سواء لهم الديزيز او هم يكونوا النون اكسبوجر ما معرضين لهذا العامل اللي يسوي فد ديزيز معين. هذا الكوهورت ستدي. البيرسن ستدي شبهوها بالكوهورت. ايش قالوا؟ قالوا البيرسن بيرسن تايم عفوا راح ندرس بيها البيرسن مانث اند بيرسن ييرز. يعني شنو؟ مثلا ندرس هذا الشخص ايش قد احتمالية اصابته بالمرض. مثلا بعض الاشخاص معرضين لفد مثلا عامل يسوي لهم هذا الديزيز فتختلف قابليتهم احتمال هو يكون معرض للمرض او يتمرض بعد شهر من يعني تعرض لهذا العامل او لا. والله اكو بعض الاشخاص يعني اوكي هم هم تعرضوا لهذا العامل بس يكون يعني ينصابون بالمرض بعد سنة اوكي. فشبهوا البيرسن تايم بمن بالكوهورت ستدي. زين الهيلث انديكيتر اكوردنج تو ذا الماثيماتيكال اند ابيدمولوجيكال انتربريشن الانسيدنت. هسه شنو عندنا؟ عندنا الانسيدنت. شنو هو الانسيدنت؟ شنو نقصد به؟ يقول الانسيدنت ايفنت هو تعريفه فايند او ديفايند نيو ايفنت. هو راح يدرس فد حاله جديده هستوها صايره يعني فد شخص هستوى تمرض راح يحسبها. اور كيس اوف ديزيز او يعني مثل ما قلت حاله مرضيه مثلا ديث or any other health condition او اي حالة صحية that occur in specific period time. طبعا اكيد بها وقت يعني مقرونة بوقت. زين الـ incidence اهم شيء ركز اهم شيء ركز على هاي العبارة هاي الكلمتين. شي يدرس no event يعني يدرس حالة جديدة هستوها صايرة مو مرض يعني صار له كرونيك فد مدة لا لا هذا ما يدرس الـ incidence. يدرس فد مرض acute هستوها صاير عنده هذا من هو الـ incidence. وشنو يدرس يعني مثلا فد حالة توفاة هستوها صايرة فد مرض مثلا اي مرض معين هستوها صار بيه يدرسه هو. وشنو يدرسه خلال وقت specific time period مقرون بفترة زمنية. زين هذا هنا نفت قانون مطيني عن الانسيدنس او هنا تعريف ثاني. يقول الانسيدنس مثل ما قبل شوية عرفنا طبعا هو يعتبر ريت يعني البسط جزء من المقام ريت يعتبر. يقول هو number of new cases يدرس الحالات جديدة occurring in defined population صارت بالمجتمع during specific period time نسبة الى شنو فترة زمنية معينة. زين شنو القانون مالته؟ يقول number of new cases specific disease during give time period يعني ندرس حالة جديدة مصابة بمرض معين خلال فترة معينة نقسموها على من على البوبوليشن اللي هم احتمالية انه ينصابون بهذا المرض اللي موجود وين بالبسط. بمن نضربها؟ في ألف. هاي كلش مهمة بمن نضربها هاي في ألف مو بالمية لا نضربها في ألف. زين مثال منطيني مثال for example if there had been
500 new cases on illness in population 3000 in year 30000 in year incidence rate with طبعا مطيني القانون ايش قال لي؟ قال لي عندك 500 حالة جديدة يعني عندهم مرض هستهم عندهم من اصل 30000 من البوبوليشن معرضين انه يكون عندهم يعني يكون عندهم ريسكي. فش نسوي؟ احنا نجيب 500 اللي هو حسب القانون نقسمها على 30000 اوكي نضربها في ايش كثر في 1000 وتطلع عنا اوكي تطلع عنا ايش كثر يطلع عنا تطلع عنا هذا الرقم اللي هي 16.7 بيار. شنو هاي؟ كلش مهمة كلش مهمة نكتب انه بيار الف. اذا تكتب بس بيار الف تعتبر غلط. ايش لازم نكتب؟ بيار الف بيار يار اوكي. ايش نكتب اذا نكتب بس الف بيار الف؟ غلط. حتى هو دا يقول هنا أنا. ملاحظة مطيني قال الانسيدنس ريت ماست انكلود طبعا هو قلنا هو ريت اوكي انكلود ذا يونت اوف فاين يوز فاينل اكسبريشن اف يو رايت. اذا كتبت يقول اذا كتبت بس هيجي بس 16.7 بير الف هتعتبر غلط. ايش لازم تكتب؟ لازم تكتب يقول ذا كوركت اكسبريشن التعبير الصحيح هو 16.7 بير الف بير يير. هذا الصحيح تكتبه مو بس تكتب بير الف. هذا مثل ما هذا هنا مكتوب الكليشة. زين الكاركترستيك مالت يعني الميزات مالت الانسيدنس هاي الدراسة شو تكون؟ نيو كيسز تدرس الحالات الجديدة مثل ما قلنا. ايش لازم تدرس؟ تدرسها فترة معينة فترة زمنية خلال شنو قلنا هي الوحدة مالتنا الون يير. زين بعد in specific population or population at risk كذلك تدرس الاشخاص يعني ال specific مثل ال population at risk اللي قلنا خليناهم بالمقام unless other denominator are chosen يعني اللي يكونون هم denominator قلنا خليهم بالمقام دول ال risk. زين it can also refer to a new syphilis or episode of disease مثل ما قلنا هي تدرس الحالات اللي new اللي هستوها يعني المرض عندهم هستوى. شي يقول arising in give period time طبعا خلال فترة يعني خلال وقت اوكي بير وش تكون الوحدة؟ بير بير ألف أوكي population for example مثل عندنا مثال منطين مثال ثاني اللي هو for example person suffer from common cold مثل أشخاص يعانون من common cold influenza more than one years مثل ما نشوف هنا بمن قرأ لي يا قرأ لي يا بزمن اللي هي one year. نجي نقسم بالأعداد number of syphilis or sickness starting defined اللي هم الأشخاص المصابين بالcommon cold المرض على الأشخاص الرسكي اللي هم اللي نقسمهم على الرسكي اللي هي mean number of person exposed risk period نضربها فيش كثر في ألف. إيش طلعنا؟ طلعنا syphilis أو الانسيدنس أو نسميه بالانسيدنس rate. هذا مثال ثاني وهذا عندنا هنا المثال الأول ما بيه شي ترى سهلة. زين حتى راح نجي المن بعض الملاحظات اللي هي epidemiological concepts. شي يقول الانسيدنس رايت calculate the probability of risky مثل ما قلنا انه الانسيدنس هو يريد يعرف شنو احتمالية انه هذول الاشخاص البوبوليشن شلون يعني ايش كثر احتمالية انه ينصابون هم اوكي ريسكي ريسكي للمرض بس ايش كثر احتمالية انه فعلا ينصابون للديزيز. يقول the risk that an individual in certain population got the event whether disease death other health condition مثل ما قلنا هو يريد يعرف شنو الديزيز ايش كثر يعني صارت حالات مرضيه طبعا النيو ايفنت هاي نخليها ببالنا حالات جديده يعني مو حاله مرضيه صار لها فتره هو يحسبها لا الانسيدنس ما يحسب هذا الشيء. هسه راح نجي البريفالنس يحسب هذا الشيء البريفالنس يحسب نيو ايفنت واولد ايفنت بينما الانسيدنس لا فقط نيو ايفنت. زين وخلال فترة زمنية يعني تكرار بالمعلومة دي يكررون. زين هنا همات هنا التكرار بالملاحظات يقول الانسيدنس لازم شي يكون unit time لازم يستخدم وقت it is influenced by not influenced by duration of disease ما يتأثر بالفترة مالت الديزيز مثل ما قلنا احنا ما راح ندرس مثلا مرض صار لفترة يعني فترة عنده لا ما علينا بهذا الشيء ما ياخذ هذا الشيء هو دا يدرس هسه مرض هسه وصاير فما علينا بالفترة اوكي اللي مرض صار فتره معينه فتره طويله يعني عنده ما علينا بي نوت انفلوينسد ما يتاثر بيه لان هو اصلا ما يدرسه. زين the use incidence is generally restricted to acute condition ايش ده يقول يقول
مثل ما قلنا هو شو يدرس؟ يدرس الأكيوت كونديشن، يعني شو يدرس؟ يعني يدرس الحالات الجديدة مثل ما قلنا، مو كرونيك، يعني مو والله مرض صار لعده فترة يدرسه، ولا لا الانسيدنس ما يدرس هذا الشيء، يدرس الأكيوت كونديشن فقط، الحالات اللي المرضية اللي هستها صارت عنده أكيوت، هاي ركز عليها، هاي تجي أمس كيو، كرونيك لا مو كرونيك غلط، أكيوت. Incidence rate can be denoted attack rate when the population is exposed to risk for limited period of time such during an epidemic. بعد شو يدرس؟ يدرس احتمالية انه مثلا تصير فد شون نوبة او موجة من الامراض، اوكي، فد خلال فترة معينة، يعني فد يصير فد احتمال فد مرض معين attack rate، يعني فد هجوم فد يعني مرض معين يصير فد شون نقول epidemic فد وباء يصير، فهو يدرسه. زين الانسيدنس ريت از هيلثي انديكيتر، اللي طبعا هو يعتبر هيلث انديكيتر، يعني احد مؤشرات الصحه الانسيدنس، وهو يعتبر ريت. زين ريبريزنت ذا ريسك اوف اوكورنس اوف ديزيز اند يوسفل. طبعا احنا شنو الفائده ان نستخدم الانسيدنس؟ الفائده منه مثل هذا يجيني السؤال، الفائده منه تيكينج اكشن تو كنترول ديزيز، هل اعرف من خلال اني مثلا خلال هاي السنه وخلال السنه الفاتت حققت تقدم، سيطرت على المرض؟ يساعدني بهذا الشيء الانسيدنس، اوكي، تيكينج اكشن كنترول ديزيز. بعد ريسيرش ان انتو ايتولوجي اند باثوجينيسيس ديستريبيوشن اوف ديزيز اند افيكاسي اوف بريفنتينج اند ثيرابيوتيك ميجرمنت. شو اقصد بيها؟ يقول كذلك هذا الانسيدنس، هاي الدراسة راح توفر لي شنو سبب هذا، تخليني اعرف شنو سبب هذا المرض، شلون انتشر، شلون صار، الوسائل اللي شلون نقول وسائل الحماية، الوقاية اللي انا جاي استخدمها، العلاج اللي جاي اعطيه هذا المرض حتى اعالجه، حتى اقلله، صحيح له لا، هذا كل الانسيدنس يساعدني بيه، ذن النقاط مهمات. نجي هسه للبريفيلنس. البريفيلنس هي راح يشمل لي الايفنت نيو، النيو ايفنت عفوا، وكذلك الاولد ايفنت، يعني نيو ديزيز اند اولد ديزيز. يعني شو يقول؟ يقول ذا تيرم ديزيز بريفيلنس ريفير سبيسيفيكلي اول كيرنت كيسز، راح يدرس نركز هنا على هاي ثلاث احرف اول كيرنت كيسز، راح يدرس لي كل الحالات اولد اند نيو، بينما الانسيدنس لا فقط النيو درسها. Exciting at given point in time، خلال فترة معينة، مثل خلال هذا صار هذا المرض صار مثل كم يوم، هو يدرسه، لا والله هذا المرض صار سنة عنده هم يدرسه، اوكي. فيقول given point in time، خلال وقت معين صار عنده، او over period، او صار له over يعني خلال فترة يعني مو هستوى، زين فهو يدرسه. زين The total number of all individuals who have an attribute or disease at particular time. شو يقول؟ مثل ما قلنا هو راح يدرس أعداد كل الأفراد all individuals who have attribute اللي عندهم ال disease، okay؟ at particular يعني بغض النظر هذا المرض صار له هسه ولا قديم عنده، okay؟ بعد or during particular period divide by population at risk having a terbid or disease the point in time or midway through period، باعتماد مثل ما قلنا هو راح يعتمد اكيد وقت هذا الوقت، اما يكون يعني المرض صار له فترة عنده او هستوى، يعني معلومات جاي تتكرر صراحة حتى ملل يصير، اوكي. البريفلنس يقول هو نوعين، البريفلنس مثل ما قلنا، اما باونت بريفلنس يعني المرض يدرس هستوى صاير عنده، او بيرويد بريفلنس يعني صار له فترة بيرويد. زين هنا الباونت بريفيلنس يقول باونت بريفيلنس is given by formula، راح ننطيها معادله اللي هي number of all current cases، راح يحسب هو مثل ما قلنا all cases new and all of specific disease exciting given يعني point in time خلال وقت معين، على من نقسمها على شو اسمه البوبوليشن، استيميت بوبوليشن از سيم بوينت، على عدد البوبوليشن خلال هاي الفتره اللي استخدمتها وين بالنيومينيتر بالبسط، نضربها في 100 نضربها. زين
الابيدمولوجيكال كونسبت ايش يقول؟ يقول بريفيلنس رايت ديتيرمين هو ات سبيسيفيك تايم بيريد، مثل ما عرفنا هو يكون مقرون فتره زمنيه، هاز ذا ديزيز اند هو از نوت داز انديكيت ذا ريسك، هو ما يدرس الريسك، يعني ما يعترف بالريسك، مو مثل الانسيدنس اللي قلنا الانسيدنس هو يدرس الريسك. اوكي، لا هنا هسه شفنا بالمقام اكو ريسك، لا يعني يدرسها نسبه الى البوبوليشن كله. هاي هنا مثل ما واضح عندنا، هذه استيميت للبوبوليشن، ما قال ريسك. اوكي، ما يعني ما يعترف بالريسك. زين، شنو العلاقه بين الريليشيب يعني بين بريفلنس اند انسيدنس؟ يقول بالاعتماد على تو فاكتورز. يقول ذا انسيدنس اند دوريشن اوف، انا طبعا الانسيدنس والديوريشن يعني الفتره مالت المرض يعني يعتمد عليها البريفلنس. شلون هسه راح نجي نعرف؟ طبعا البريفلنس كلش يتاثر بالانسيدنس وكلش يتاثر بالديوريشن. يعني شنو الانسيدنس؟ مثلا الانسيدنس هذا المرض ايش كثر ارتفعت اعداده خلال هاي السنه، مثلا هذا المرض الاعداد زادت فالبريفلنس يزداد، هذا المرض مثلا الفتره ما تطولت عند هذا الشخص البريفلنس ما تطول، يعني لان العلاقه طرديه بيناتهم حسب هذه العلاقه، هذه الانسيدنس وهذه الديوريشن. فمن يزداد الانسيدنس يزداد البريفلنس، من يزداد الديوريشن مالت المرض يزداد البريفلنس. اوكي، فش يقول؟ يقول the given is submission that is population stable incidence and duration unchanged. يقول إذا هذا المجتمع، هذا المجتمع، هذا السكان اللي أنا أريد أدرسه حالته ثابتة، مثلا هاي السنة العام بعد سنة ما عندهم لا أمراض، ما عندهم يعني كشي يتغير، الديوريشن والإنسيدنس ما راح يتغير. أوكي، يكون unchanging. زين، relationship between، يقول اكو علاقة بين البريفلنس والإنسيدنس، يعني اللي هي تعبيرا إنمن للبريفلنس اللي هي شنو هي؟ هذه العلاقة اللي هي بي بريفلنس الاي انسيدنس في دي ديوريشن، او نسميها بالمين ديوريشن. زين، اكزامبل منطيني هنا فور ستيبل كونديشن، انسيدنس منطيني 10 كيسز، يعني عند 10 حالات. بير طبعا لازم احنا نقول الانسيدنس شنو، لازم نقول نذكر الوحده قبل شويه من ذكرناها 10 كيسز بير الف بير يير، خلاص هاي لازم نقول هيجي. اذا قلنا بس هنا ما قلنا هاي البير يير يعتبر غلط، لازم نقول بير يير لان هي تقاس بال يعني السنه. زين، دي الديوريشن او المين ديوريشن هي 5 سنوات، نضرب 5 في 10 ايش كثر تطلع؟ 50 بير الف من البوبوليشن، بير الف بير يير. طبعا دقيقة، هاي اللي احنا ليش انها ما خلينا year بالprevalence نانا الف population، لان هاي year او هي وحدتها هيك، يعني هاي الprevalence من يعني نقول مو مثل الانسيدنس، الانسيدنس قلنا نقول barrier، بينما البريفلنس هي 50 بير الف population، ماكو داعي يعني نذكر year. بس بالانسيدنس لا، لازم نقول بارير، كلش مهمة الانسيدنس يعني نذكر بها بارير. زين، هنا بعض الملاحظات المهمة طبعا كلش والسهلات همات. يقول so that longer the duration of the disease the greater prevalence، مثل ما قلنا احنا الديوريشن والانسيدنس من يزدادن راح يزداد البريفلنس، لان علاقة طردية بيناتهم حسب ما شفنا هسه بالعلاقة مالتنا. فشي يقول اذا زاد الديوريشن زادت المدة مالت المرض، هذا راح يأثر على البريفلنس، اذا راح تزداد راح تصير جريتر، كل ما تزداد المدة مال المرض البريفلنس يزداد. زين، يقول فور اكزامبل مثل عندنا تيوبركلوسيس هاي بريفلنس، تيوبركلوسيس طبعا احنا تيوبركلوسيس عندنا مناطقنا تكون انديميك بي، يعني كلش منتشر كلش عالي، فاذا ما دام هو تيوبركلوسيس هاي بريفلنس يعني يكون هاي بريفلنس هو، ليش؟ لان الانسيدنس مالته عالي، الانسيدنس مالته عالي فيكون هاي بريفلنس. شنو يعني انسيدنس؟ مثل ما قلت الانسيدنس هو يعني هذا المرض موجود بكثره. اوكي، فبما انه هاي انسيدنس فراح يكون هاي بريفلنس. Because in new cases tuberculosis keep cropping throughout the year while old ones persist for month or year، مثل ما قلنا هو البريفلنس راح يدرس يعني هذا التوبركلوسيس سواء كان خلال شهر او سنه فهو يحسبه،
ما يهمه هذا المرض جديد يعني نيو يعني كيوت او اكرونيك، فهو يحسبه بكل الاوقات. من هو هذا البريفلنس؟ زين يقول on other hand من جهة أخرى the disease acute and off short، إذا كان هذا المرض يعني صار فترة قليلة يعني فد يوم يومين وراح، هذا يأثر هم على البريفلنس. يعني شو يسوي للبريفلنس؟ البريفلنس همات راح يقل. شو يقول هنا؟ relatively low، راح يصير low. زين إذا واحد مثلا يعني death، هذا الديث هم يقلل الأموال يعني يقلل الحالات يعني المرضية، فهو كان مريض وصار death، فشو يسوي؟ هذا همات يقلل البريفلنس. أوكي زين ان سم ديزيز، مثل عندنا بعض الحالات الفود بوزنينج همات، مثل هو تسمم يعني سوى له هيك فد اخذ له يوم يومين مريض الدور صار زين، هذا همات شورت يعني بيرويد اوف تايم، فهمات قليله الفتره مالته، فاذا البريفلنس حيقل يعني قليله الفتره مالته. زين the same is true condition which are rapidly fatal such as some time of cancer، كذلك بعض الحالات هم نفس الشيء. يقول اذا واحد يعني مثل عنده مرض مميت مثل الكانسر ويموت بسرعه يعني بعد الاصابه به، هذا ايضا هم يقلل البريفلنس. In other words degrees prevalence may take place not only from degrees incidence but also from degrees the duration of illness of other more rapid recovery or more rapid death. يقول البريفلنس ما راح تقل فقط مني يقل الانسيدنس، لا مني يقل الانسيدنس تقل ومني يقل الديوريشن، يعني من اثنين هني يقلن راح يقل البريفلنس. هاي المنطق مال هذه الملاحظه. يقول when see the change in prevalence from time period to another this result from change in incidence and change in duration of disease or both. يعني شنو يقول؟ من نشوف اكو تغير بالبريفلنس اللي قلنا هذا البريفلنس، من نشوف اكو تغير؟ اكو اكيد اكو صار تغير بيمن بالديوريشن وبالانسيدنس، مو بس بالانسيدنس صار تغير فقط او مو بس بالديوريشن صار تغير فقط، لا اثنيناتها صار تغير عندي بالانسيدنس وصار عندي تغير بيمن بالديوريشن، مثل ما قلت هسه بهذه الملاحظه لازم اثنين هني يتغيرن حتى يتغير البريفلنس. فدا يقول هنا انا عاكس هالملاحظه، يقول اذا صار تغير بالبريفلنس فهذا يعني انه صار تغير بالانسيدنس and change in duration. زين يقول على سبيل المثال منطيني مثال اذا improvement in treatment من many يعني many degrees the duration of illness and therapy degrees prevalence of disease. يعني شنو يقول؟ اذا انت عندك علاج، هذا العلاج ما تكشفته قلل ال duration يعني قلل الفتره مالت المرض. اوكي هذا ايش راح يسوي؟ راح ينعكس على البريفلنس ايضا راح يقل. اوكي لان انت استخدمت علاج زين قلل الفتره مالت المرض، حلو، فهذا البريفلنس راح يقل. زين لكن شو يقول؟ يقول اذا انت استخدمت تريتمنت قلل معدل الوفاة بس ما خلاه يرجع يصير زين، اوكي خلاه ما يموت هو بس خلاه بعده مريض، فهاي ايش سويت؟ طولت الفترة مالت المرض، طولت الفترة، فالبريفلنس ايش صار لها؟ انكريز، ازدادت، اعتقد وصارت يعني so clear. زين هذا هنا يوضح لي هنا شو اسمه اذا الانسيدنس هذه بحالات الكيور يعني بحالات العلاج البريفلنس راح يقل. اوكي بريفلنس راح يقل وبحالات الديث ايضا راح يقل البريفلنس لان هو دا يموت، فايضا الفتره قليله فالبريفلنس اكيد راح يقل والكيور همات يعني من يتعالج صار ريكفري بعد هاي صار زين هو بعد مو مريض يعني البريفلنس يقل والانسيدنس طبعا هو من يزداد وكذلك الديوريشن من يزداد بين اثنينهن يزيد البريفلنس. زين اخر سلايد بمحاضرتنا اللي هو اليوز اوف بريفلنس عفوا اللي نستخدم احنا البريفلنس مثل ما قلنا راح يساعدنا البريفلنس هيلب تو استيميت ماجنتيود هيلثي ديزيز بروبلم، راح يساعدني بحساب ايش كثر يعني الحالات الصحيه الامراض يعني الموجوده بالكوميونتي بالمجتمع اند ايدنتيفاي بوتنشال هاي ريسك بوبيليشن، يخليني اعرف ايش كثر يعني الريسكي مات الاحتمال انه هذا البوبيليشن بد عندهم ريسكي المرض معين. اوكي بعد prevalence rate is are especially useful for administrative and planning progress proposed upon example hospital bed manpower need rehabilitation facility etc. يعني شنو؟ يعني هذا البريفلنس راح يستخدمونه مثلا انا عندي فد مرض معين اشوفه هذا المرض اذا ازداد
راح يمكنني هذا البريفلنس من خلاله اشوف هاي الاسره مات المستشفى تحتاج ازيدها، على اعتبار انه انا المرض اذا ازداد فانا هم لازم احتاج انه ازيد اسره، واحتاج انه ازيد المان باور، نيد يعني الايادي العامله مثل الموظفين، يعني اوظف اشخاص بالصحه او الريهابليشن كاباسيتي، يعني الامور اللي تحتاج يعني اسعافات اوليه وما اعرف شنو هذه الامور. فاني اذا بالبريفلنس درست من خلال البريفلنس وشفت انه هذه الاعداد مات هذا المرض ازدادت، فانا لازم شنو ازيد. اذا لا والله ما يعني من خلاله اذا ماكو اعداد هذا لا ما يحتاج انه نزيد بعيش. لهنا خلصت المحاضره، مع السلامه.